الأستاذ الدكتور مشهود الوالدات، أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك في جامعة الشارقة. السلام عليكم دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى بس ما أكون أخطأت دكتور في اسم الواردات، صحيح ولا الوردات؟ الوردات. الوردات، ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. الله يجعل أيامك كلها ورد يا رب. الله يحفظك ويبارك عمرك. أستاذي الفاضل، الأخوة يقولون أن في كسوف يا إنا. أول شيء نحن بنعرف متى الكسوف، وهل بيكون كسوف جزئي ولا كلي، وهل دولة الإمارات العربية المتحدة ستشهد هذا الكسوف بشكل جزئي أو كلي، وإذا في مجال تخبرنا كذلك مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك هل منظم فعاليات معينة حتى الناس تشوف الكسوف هذا؟ بارك الله فيكم سيدي الفاضل أخوي براشد، الله يعطيكم الصحة والعافية حضرتك والأستاذ خالد والجميع. أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك التابعة لجامعة الشارقة ترحب بالجميع، بالأخوة المواطنين، بطلبة المدارس، بطلبة الجامعات للمشاركة في رصد كسوف الشمس الجزئي الذي سيحدث يوم 25 من أكتوبر 2021. فهو راح يكون يوم الثلاثاء القادم، مو هذا الثلاثاء، الثلاثاء اللي بعده. ستشهد المنطقة لدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام كسوفا جزئيا سيصل أقصاه إلى 40%، يعني سيغطى من قرص الشمس 40%. يعني 40% من قرص الشمس راح تغطى. طبعا هذا في كل الكرة الأرضية راح يكون جزئي، ما في حدا عنده كل هذه المرة، بس في نسب متفاوتة، صحيح؟ نعم نعم، أكبر نسبة راح تكون في روسيا 80%، عندنا هنا 40%. طب شو ممكن يشاهد المواطن أو الراصد؟ ما عليه، قبل ما نقول دكتور شو اللي ممكن يشاهد، الساعة كم بيصير هذا؟ أي راح نبدأ الساعة تقريبا، نحن راح نتجمع بداية الساعة الثانية بعد الظهر، راح يبدأ الكسوف قبيل الساعة الثالثة، يعني الساعة الثانية واربعين دقيقة. قمة الكسوف راح تكون الساعة 53 دقيقة. الساعة 53، يعني الساعة 53 مساء، يعني الساعة 2:40 يعني دقيقة ما بتشوف شيء. نعم، بعد أذان العصر بالضبط راح تكون قمة الكسوف. أيوة، واضح واضح جدا، واضح. فمرحب بالزوار من الساعة الثانية ظهرا، راح يكون في عندنا أماكن تجمع، راح يكون في جلسات وفي أيضا خدمة قهوة وشاي ومرطبات للحضور في أكاديمية الشارقة. ستوزع نظارات خاصة للنظر للشمس، لدينا تلسكوبات خاصة لرصد الشمس، وتسقط الصور على شاشات خاصة لأنه يمنع النظر إلى الشمس مباشرة في جميع الأحوال، طبعا مش فقط الكسوف. الكسوف ما مش حالة استثنائية في الشمس، بالعكس هو يغطى جزء من الشمس أصلا. طيب هذا الكسوف بالشكل الطبيعي 40% سيلاحظه الإنسان من غير تلسكوب ومن غير نظارات أو غير، سيؤثر على الرؤية العادية؟ نعم، الملاحظ راح يكون أنه كيف الدنيا لما تصير عليها غيوم، فأنت بتشوف الدنيا ما فيها غيم والدنيا مغيمة، يعني الضوء خفت، يعني يأخذ الضوء بشكل خافت. واضح، لكن نعم خافت الضوء، لكن وكأن الدنيا مغيمة، يعني هيك تشوفها. هاجد. لكن أنا لا أنصح بالنظر مباشرة للشمس، اللي ما عنده نظارة خاصة بالكسوف ممكن يستعمل أي زجاجة قاتمة اللي يستخدموها الإخوان في الحدادين للوقاية العيون، هذه ممكن يستعملها النظر للشمس. ممكن يستعمل مثلا نضع فوق بعض نظارتين أو ثلاث شمسيات فوق بعض وننظر للشمس، ممكن. أما يعني إحنا بنوزع النظارات هاي بشكل مجاني وموجودة لدينا، ممكن حد يجي يأخذ مثلا منهم، وممكن يستخدم أي فلتر يحجب كمية كبيرة من الضوء. هو القضية أن نحن عيوننا. طيب دكتور، هل سيكون مرئي على مستوى الخليج العربي بنفس النسبة 40%؟ نعم، تقريبا معظم دول الخليج راح تكون بنفس النسبة، متفاوتة طبعا، حتى بين وبين دبي وبين أبوظبي متفاوتة، في الإمارات يعني النسبة تكون حول 40%. واضح واضح جدا. جزاك الله خير يا دكتور، بارك الله فيك. الله يحفظكم، ونحن إن شاء الله بالجميع يا سيدي. يوم الثلاثاء إن شاء الله كذلك بنحاول أن ننقل من عندكم بشكل مباشر الصورة حتى نشوف الشمس كيف بيصير شكلها، ولو أنه بيبدأ الكسوف الساعة 2:40 دقيقة بيكون نحن تقريبا 20 دقيقة ضايل عن البرنامج، يعني بنلحق على جزء بسيط يعني.
اي والله اهلا وسهلا، على الاقل يكون التجمع، شفتوا التجمع، شفتوا الفعاليه، ان شاء واهلا الله. وسهلا بكم شكرا يا وبجميع دكتور، الحضور. شكرا يا دكتور، كل بارك الله فيك، احترامي، الله يا يحفظك. هلا بيك، هلا جزيل وسهلا. الشكر للاستاذ الدكتور مشهور الوردات، استاذ الفيزياء الفلكيه في قسم الفيزياء التطبيقيه وعلم الفلك في جامعه الشارقه.